في إطار زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى محافظة المنيا لتفقد عدد من المشروعات الخدمية، أكد مدبولي أن الجانب الأكبر من زيارته اليوم مخصصة لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. لمزيد من التفاصيل والمتابعة يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم الجولة التفقدية التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى محافظة المنيا، وذلك لتفقد العديد من المشروعات الخدمية المقدمة لأهالي المحافظة. المحطة الأولى في الجولة كانت من مستشفى صملوط التخصصي، هذه المستشفى التي شهدت تطورا كبيرا في عدد كبير من التخصصات المقدمة لأهالي محافظة المنيا، سواء كانت على مستوى العناية المركزة وحتى على مستوى الحضانات والعديد من التخصصات الأخرى. وكما استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مفصل من رئيس المستشفى أو من مدير المستشفى إلى الخدمات التي تقوم بها المستشفى للعديد من أهالي محافظة المنيا، ثم بعد ذلك تم الانتقال إلى محطة مياه في مركز مغاغة، هذه المحطة لمعالجة الصرف الصحي. وهنا نشير إلى اهتمام الدولة الكبير بالصرف الصحي، حيث يستفيد من هذه المحطة يعني حوالي أكثر من 300 ألف مواطن مصري على محيط مركز مغاغة. ثم بعد ذلك كانت المحطة الثالثة وهي مستشفى العدوى، والتي يعني شهدت تطورا كبيرا في الأقسام التخصصية وفي البنية التحتية وفي أيضا يعني نوعية الخدمات الصحية التي المقدمة للمواطنين. كل هذا يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، هذه المبادرة الرئاسية الكبيرة والتي يعني غيرت من حياة الآلاف والملايين من المصريين في جميع محافظات مصر. يمكن هذا هو المشهد لدينا مشاهدينا الكرام، وأعود إليكم مرة أخرى.